السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كالعاده معكم اسلام في هذا الفيديو واللي اكيد غادي نهضروا فيه على الفينال ديال المؤتمر الاوروبي، وكذلك عندنا اخبار عاجله جدا بخصوص الانتقالات. المهم غادي نهضروا على بزاف ديال المواضيع بتفاصيلها تحت شعار المختصر المفيد، لذلك بدون اي اطاله ندخلوا مباشره في العامر. وبدايه كنحبذا تكون مع الماتش ديال الفينال اللي كان بين نادي المطارق ويستام يونايتد الانجليزي ونادي الفيولا فيورنتينا الايطالي. مبدئيا المدرب ديفيد مويس بدا بالمغربي نايف اغرد كاساسي، ونفس البلان مع المدرب فينشينزو ايطاليانو اللي كعادته اقحم الدولي المغربي الاخر امرابط سفيان في التشكيله الاساسيه للفريق. المهم بالنسبه لاداء المغربيين كان مجملا جيد، خصوصا مع امرابط سفيان اللي كان الفريق ديالو هو المسيطر والمستحوذ، ولكن بدون اي فعاليه او خطوره على مرمى نادي ويست هام. واصلا الميطه الاولى كامله للامانه المستوى ديالك المتوسط. المهم اللي كيهمنا من هادشي كامل هو اداء المغربيين. المهم عندك امرابط اللي كالعاده كلنا شفنا الرزانه ديالو كيفاش كان كيخرج الكرة، واغلبها كانت تمريرات صحيحة ما عدا تمريرة او تمريرتين، بل هو اللي كان السبب في الهدف التعادل بعد ما عطى تمريرة مفتاحية للاعب نيكولاس غونزاليز، اللي هذا الاخير كما كيبان لكم كيحط الباس عند اللاعب بونافنتورا اللي في اخر مطاف كيماركي هدف التعادل في الدقيقة 67 رغم تغطية الدولي المغربي نايف اغريد، اللي هذا الاخير ايضا نجح في الامتحان الاول اللي كان طاح فيه بامتياز بعد ما ضرب هالتاكلينج اللي كتشاهدوا حاليا واللي كان على اللاعب الارجنتيني نيكولاس غونزاليز اللي حبس عليه الموت وبذلك كيجهض عليه الهجم. المهم في اخر مطاف كما شفنا اغرد هو اللي ربح الفينال، واكيد غادي نقولوا له مبروك، واللي خدا تقييم 6.7 اللي هي 7.7. اما امرابط سفيان فان شاء الله غادي يعوض ديك البطوله اللي ضاعت ليه في المستقبل القريب، اما التقييم ديالو هو 6.9 اللي هي 7.9. وبمناسبه امرابط سفيان وحسب موقع جول وايضا ديلي ميل بتاريخ اليوم طبعا، كان خرج بتصريح قبل الماتش ديال نهائي المؤتمر الاوروبي وهضر على الدوريات المحبده عنده اللي يمكن يلعب فيها مستقبلا، وباختصار قال بان الدوري الانجليزي دوري رائع بل واحد من اقوى الدوريات في العالم، وسيكون من الجيد ان العب به يوما ما، لكن هذا لا يعني انني اريد الانتقال الى انجلترا لان اسبانيا رائعه والدوري هناك مميز. لقد تغيرت كره القدم كثيرا في اسبانيا واصبحت تعتمد على الجوانب البدنيه اكثر، وقال ايضا بان الدوري الانجليزي الشراسه اللي فيه عاليه جدا، لذلك اعتقد انه قد يناسبني. وسبحان الله هذا الشيء اللي كنت كنقول لكم دائما بان امرابط سفيان افضل دوري كيناسبه هو البريمير ليج، وكنا شرحنا الاسباب بالتفصيل في عده مناسبات، وها هو الان شخصيا كاكدها، ولكن اللي بالينا من التصريح ديالو وهو كيفضل الدوري الاسباني اكثر من اي دوري اخر، وهادشي كياكد مره اخرى التصريح اللي خرج به نور الدين امرابط البارحه اللي كان مع قناه زيكو سبور، فاش قال بانه بجوجهم كيفضلوا الدوري الاسباني اكثر، وان اتلتيكو مدريد معجبين باللاعب المغربي. اذا ظاهريا وحسب المعطيات وتصريحات الاخوين امرابط، غالبا والله اعلم الوجهه ديال سفيان غادي تكون الى اتلتيكو مدريد، وهذا فقط طبعا غير احتمال ليس الا. وبين قوسين موقع ديلي ميل وحتى جول العالمي هضروا ايضا على اهتمام مانشستر يونايتد بامرابط سفيان، وهذا الخبر طبعا كنا هضرنا عليه بالتفصيل في هذا الفيديو منذ 3 ايام، لذلك لا داعي للتكرار. ومازال مستمرين مع جديد شنو طاري في السعوديه بخصوص الانتدابات اللي كدير حاليا، وشخصيا انا متابعه مزيان حتى نشوف فين غادي نوصلوا. المهم بعد ما تحسمت صفقه الحكومه بنزيما كريم بشكل رسمي، كنا هضرنا على نقولوا كانتي ايضا بانه قريب جدا هو الاخر من الانتقال للدوري السعودي، والجديد الان او اخر التطورات حسب الصحفي فابريزو رومانو والكثير من المصادر فرسميا صافي ها نحن ذا. الفحوصات الطبيه فيني سالت انتاج في لندن وكل شيء على ما يرام، ومده الصفقه هي موسمين مع خيار التجديد لموسم اخر، اما الراتب هو 100 مليون يورو للموسم الواحد، يعني في العام غادي يضرب اكثر من 100 مليار سنتيم مغربيه. وبالمناسبه الراتب ديال بنزيما الحكومه كريم هو 200 مليون يورو في الموسم الواحد، بمعنى الجينه الحسبوها غادي يلقاو بان كريم كيضرب 600 مليون في يوم واحد فقط. وبين قوسين وحسب موقع جول بارطاجا اليوم واحد الخبر على لسان الاعلامي الرياضي عناد الرشيد، قال لك بان الاتحاد السعودي كيجهز عرض رسمي للالماني لاعب مانشستر سيتي اللي هو الكاي غوندوغان بسعر اعلى من العرض اللي فاش قدموه لي سابقا، ومن المنتظر تقديمه للاعب بعد 4 ايام، وهادشي حسب ما ادعاه الاعلامي عناد الرشيدي في انتظار التاكيد الرسمي مستقبلا. وبين قوسين اكيد غادي تكونوا لاحظتوا بان الصفقات متركزه بزاف تحديدا على نادي الاتحاد، عندك بنزيما كريم نقولوا كانطي ومازال عطيعطي، بالسبب ببساطه وهي السعوديه متعمده تجيب لاعبين عالميين في نادي الاتحاد، بسبب ان هذا الفريق غادي يشارك في بطوله كاس العالم للانديه اللي غادي تكون في السعوديه. اما وضعيه عبد الرزاق حمد الله فرغم انه كان خرج سابقا في ذاك التصريح اللي كنت بارطاجيته معكم اللي قال فيه في حاله ما انتقل بنزيما فهو واجد لمنافسه و الى اخره، انا كنقول لكم من دابا هذا فقط تصريح دبلوماسي، ومساله مغادرته لنادي الاتحاد هي مساله وقت ليس الا، لانه كما قلنا سابقا لا بغى يرجع
عليه منتخب وشارك في الكان خاصو لابد ينتقل لشي نادي اخر اللي يكون كيلعب فيه بشكل رسمي. وبالمناسبة رسميا خرجت تشكيلة الموسم للدوري السعودي وما كانش متواجد فيها حمد الله عبد الرزاق نهائيا رغم انه هو الهداف ديال الدوري، ولكن في المقابل كان حاضر فيه الجناح المغربي مراد باطنا. واخيرا ختموا مع البرغوث الارجنتيني ميسي ليونيل، واللي حسب الصحفي فابريزي رومانو قال لك بانه خدا القرار النهائي حول الوجهه ديالو القادمه واللي هي الانتقال لنادي انتر ميامي الامريكي، وغادي يتم الاعلان عن الصفقه في الساعات القليله القادمه. واللي قال ايضا بانه رفض العوده لنادي الكاتالوني برشلونه زائد ما طاحش في اغراءات نادي الهلال السعودي. وفي تدوينه اخرى لفابريزو قال بان ميسي في الساعات القليله القادمه غادي يوضح الاسباب والتفاصيل اللي خلاته ياخذ القرار ديال الانضمام لنادي انتر ميامي. وايضا قال بان والد ميسي ليونيل اللي هو الوكيل ديالو طبعا كيخطط باش يسافر لميامي الامريكيه هذه الليله. وهذه كانت هي اخر الاخبار ديال البرغوث للناس اللي كيسولوا على الوجهه ديالو القادمه. المهم ما نطولش عليكم، كانت هذه هي اخر الاخبار حول الانتقالات، وحتى لهنا كنكون وصلنا لختام. وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.